السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. صباحكم سعيد ومبروك للناجحين والناجحات في الاختبار الكتابي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات دورة نوفمبر 2020. إن شاء الله أنتم دابا مقبلين على الامتحان الشفوي، وبإذن الله أكيد راكم كتوجدوا دابا الاختبار الشفوي، يعني المعارف ديال الاختبار الشفوي، وكذلك ما يتعلق ببريزونطاسيون اون فرونسي اون اغاب والهندام اللي غادي تدخلوا به إن شاء الله للمباراة الشفوية. قوموا معايا باش نعرفوا كيفاش نقدموا راسنا باللغة الفرنسية بسهولة، باش نقنعوا اللجنة بأننا أهل للمهنة وبأننا ما عندناش صعوبة في اللغة الفرنسية. إذن بريزونتيفو، هذا هو الكاستيون اللي ممكن تطرح لكم، يقول لك بريزونتيفو ولا قدم لنا راسك بالفرنسي. Donc pour votre présentation, vous devez parler de. Donc pour présenter le soi, غادي نهضروا على ايش؟ غادي نهضروا على le nom et le prénom. غادي نقول اسمي ونسبي. ثانيا كاين votre âge, ville. Donc l'âge ديالي j'ai âgé de ou là j'ai 20 ans et ainsi de suite. Et la ville ou là le village اللي كنسكن فيه. Votre cursus, donc غادي نهضروا على votre cursus, c'est-à-dire les formations universitaires. غادي نهضر على الاجازه ديالي، على الماستر الا كان عندي، الا كان عندي autre formation universitaire. Donc غادي نهضر على les formations universitaires، يعني الشهادات الجامعيه ديالي. Vos expériences، يعني les expériences ديالي، يعني التجارب ديالي، واش عندي تجارب في المجال المهني، يعني في المجال التعليمي وفي مجالات اخرى ولا لا. Votre projet، c'est-à-dire votre projet fin d'études، يعني غادي تهضر على votre projet fin d'études في البريزونطاسيون ديالك باش تاميليوري هاد البريزونطاسيون، لانه كلشي عارف البروجي ديالو ديال fin d'études، عارف كيفاش يهضر عليه. دونك غادي تقولوا في البريزونطاسيون باش يقول لك ممكن تهضر لنا على هاد لو بروجي وتهضر عليهم عليه باش تعزز ان شاء الله النقطه ديالك في الامتحان الشفوي. دونك هادشي اللي غادي نهضروا عليه في البريزونطاسيون ديالنا، لو نون اي لو برينون، لاج، لا فيل، le cursus، c'est-à-dire les informations universitaires، l'expérience et votre projet، d'accord. Maintenant je vais faire une application de ce que j'ai dit dans la présentation. Donc la présentation est la suivante. Je m'appelle، je vais écrire ici le nom et le prénom. Âgé de، exemple 20 ans، âgé de 20 ans. J'habite à، je vais écrire ici le nom de la ville ou bien du village. Donc, غادي نكتب الاسم ديال مدينتي اللي كنسكن فيها ولا الفيلاج اللي كنسكن فيه. J'ai commencé mes études supérieures à la faculté. بديت الدراسات العليا ديالي فين؟ في الفاكولتي الفلانية، يعني لو نون دو لا فاكولتي، الاسم ديال الجامعة اللي قريت فيها. Dans la filière، الفيليير اللي قريت فيه، لو نون دو لا فيليير، واش سيونس دو لا في ولا سيونس فيزيك، سيونس مات ولا سيونس هومان، ايتترا. دونك 3 اني بلو تار جي اوبتوني ما ليسونس، من بعد 3 سنين خديت لا ليسونس ديالي في لا فيليير اللي كتبت هنايا، مثلا في لا فيليير ديال الاجتماعيات ولا اللغه الفرنسيه، انسي دو سويت. Après cette carrière universitaire, j'ai décidé d'enseigner dans une école privée pour obtenir une expérience professionnelle. مثلاً بعد ما ديسي ليسونس ديالك، شنو قررتي؟ قررتي أنك تدخل تقري في واحد ليكول بريفي، واحد المدرسة خاصة. علاش؟ باش تاخد واحد ليكسبيريونس، واحد التجربة، ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي غادي تأهلك باش تكون أفضل في الامتحان ديال التعليم وتعطيك أفضلية على باقي المترشحين. Maintenant pourquoi vous êtes là؟ دونك ممكن يسولوك pourquoi vous êtes là؟ علاش أنت هنايا بالضبط؟ علاش؟ دونك هنايا ممكن تجاوبهم جو سوي لا بور ابروندر، يعني جيت هنايا باش نتعلم. اي ماتر ميز اكسبيريونس اي مي كومبيتونس او سيرفيس دو لونفون، وانني نحط المؤهلات ديالي والتجارب ديالي او سيرفيس دو لونفون، يعني من اجل الطفل. اي جو سوري ان شاء الله على اوتور دو فوز اتونت، كنطمح انني نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. دونك هكا غادي تجاوب الى قالوا لك بوركوا فوزيت لا، علاش انت هنايا؟ علاش انت هنا بالضبط؟ شنو جيتي دير؟ غتقول لهم جو سوي لا بور ابروند، جيت هنايا باش نتعلم. اي ميتر مي كومبيتونس اي مي اكسبيريونس او سيرفيس دو لونفون، وباش نحط الكفاءات ديالي والتجارب ديالي خدمة للمتعلم او لا للطفل. اي جو سوري ان شاء الله على اوتور دو فوز اتونت.
وكنطمح انني نكون عند حسن ظني. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، هكا كنديروا لا بريزونطاسيون اون فرونسي، سي تري سامبل. تبعوا المراحل اللي تكلمت لكم عليهم وان شاء الله غديروا بريزونطاسيون اللي هي رائعه، غادي تقنع اللجنه. وفقكم الله وسدد خطاكم. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.